وباختصار بنكيري بنك محمود رافد وفيدك تعدل منه كل شيء، تحول منه الفضة وتستقبل عليه وتخلص منه فكاتيرك وتشري منه وتخلص جميع مشترياتك وتعدل منه اللوحة لأصحابك وتشري منه كريدي التليفون. جينا لحقنا المحطة تحلية المياه البحر اللي كانت ميالة تعود تزود المدينة به 3000 متر مكعب يوميا، لحقناها خاسرة. وخمسة مارس الماضي معنا اللي له شهرين تقريبا وشوي صلحناها، واللي صلحناها عاد تتزود المدينة يوميا بما فيه اليوم هذا 3000 متر مكعب. ما قطت التلفزيوناتنا ياك تقبل اخبار هذه؟ لا ما عيطتوا لهاك، شوف خاطر احنا ما علينا نعيطوا انتم وجهكم تقبلوا اخبار انا اجبروا يشعروا انتم خدمة عمومية. طيب نقطة أخيرة، حنيني ما استفيت منه. طيب بالنسبة للنواذيبو، نواذيبو غرف عندنا فيها يسر من العمل، بديناها اليوم الأول من رمضان، وأنا شخصيا كمدير عام المؤسسة كنت واقف الليل والنهار إياك نحلوا مشكلة المياه في نواذيبو، وعدلنا فيها يسر من العمل. ما فتعت نقدر نوصفه بأنه رائع سابق ما فات، عادوا هم لآخرين هم اللي يوصفوا بها إن شاء الله، ونتيجة دور تنجبار. جاؤنا القنوات الخصوصية وصوروه ورفعوه، وجاؤنا المواقع، التلفزة الرسمية ما جاتنا، التلفزة الوطنية ما جاتنا. معناته نكون انتم اطرحوا بالكم من روسكم، احنا طارحين بال روسنا وجيبوا وجيبوا اخبارنا للناس، لا تتكلوا على الاخرين، لا تتخلط عليك لا تخلطك، احنا مسؤولين فعلا. نقول هو اللي يخلق كاملكم انتم غير هم علينا المواطن في مرحله معينه. احنا وراك مثلا اللي انت لا نتكلم عنه، انا هذا بي لا اهميه المواطن، انا نختار نختار المعلومه الصحيحه المؤتمنة توصل للمواطن، وعادة توصل من خلالكم أنتم ما من خلال الآخرين، مع احترامي للآخرين غير توصل من خلالكم أنتم. اللي ما جوا تقبضوها ونعطيك عليها مثال، اللي وهلت ليالي في نشرة الأخبار جاء تقرير عن مدينة قرو وعن واقع الماء فيها. هذا التقرير نص دقيقة والله دقيقة الأسئلة باهتة لرئيس المركز في مكتبه، وفي التقرير وعين المشاهد وذنه ملانة بنقص الماء وبالصورة من بير. عفوا خليني نكمل. والصورة من بير تقليدي يجبدوه شاشرة ويصبوه في بيدون أصفر. هذا البير ما حتى ما لحظة حتى ما هو في مدينة قرو، هذا البير في بليدة من ضواحي المدينة ما لاحقت الشبكة. غير هذا ما هو المهم، المهم عندي لايس في ذيك البليدة جاهرة الطريق جاهرة مثلا لي ترانشي وفي الاتجاهات كاملة وطارحتي وعندها مكاين تسودي بيهم وعمالها يشتغلوا في الليل وفي النهار. انتوا ممثلكم ما تتكلموا، والتلفزة فهم يا تعود شافتهم هم يكرهوا في الطريق ما قبضت منهم صورة، هم انا ما تقبل منهم صورة. معناته انكم انتم ما نبقى نعود قاسي عليكم، غير سامح لنفسي نعود قاسي عليكم لاني انا ماني هو المستضيفكم، انتم هم المستضيفيني. ممثل الشركة ما نتكلم عنكم، لا ما نعطال الوقت ياك يتكلم بما فيه غير الصورة ما قبلتوا صورة من الأشغال، فيها أشغال على أرض الواقع قبلوا منها صورة. طيب خلينا نشوف عن هاي الجزئية، علاش تعطوا الصورة السيئة؟ علاش تعطوا الصورة السيئة؟ ما تعطوا صورة حسنة وهي موجودة؟ أنا قال لكم كانت ما هي موجودة ما نطلبها منكم، هي موجودة، العمال موجودين والأرض تنحفر والتي هذا واجب، هذا والمكان واجب والمكان هذا اللي يضيع خالك حتى واجبكم انتم ترفعوا تنقلوه للمواطن يقر هو الواطن هو الزلزال الثاني مارك فصل هو جاب له ميه تنقلوه بصوره سيئه ما هي ما يبين لي ما نقلبوا شور جدليه ما لا تنحل بين احنا لا نقولوا خالد نقطه مهم نختار كذلك نعلق على الشاهدين اخبار غرق انتم ما اللي عندكم عندكم نعم نبذه شوي عن شركه المياه. نعم والله يلا ان شاء الله اللي لو اربعه ايام والله خمسه اربع ليالي كنت نتابع نشره الاخبار الموريتانيه، واذا هي معدله ريبورتاج على الكهرباء في العيون، واذا هو حد شاف ذاك ريبورتاج يقول عن مدينه العيون عنها طافي عنها الضوء عن ما فيها الضوء. بينما مدينه العيون فاتت الشركة الموريتانية الكهرباء جابت لها محرك وجابت لها واحد ثاني قيد التركيب وصالحين كاملين وحتى عنها ما قبضت رأي الفنيين والمعنيين في شركة الكهرباء اللي في العيون. وهذا حقيقة كان قبيلي قد ما يخلق بهذه الصيغة. احنا ضارت في الحالة اللي فيها الاستراتيجية اللي عدلت نتيجة هذه هي نتيجتها هو عن تغطية تامة 100%. أنا الليلة فخور ومرتاح لأني كل الليلة تقريبا أسبوعين أو ثلاثة تلفون لا تعيط. الآن ما شاء الله ما هناك أي مشكلة مطروحة بالنسبة
الا هذا اللي قلت لكم، هاي المواقع الخمسه واللي مطروح فيهم في النهار واللي حلولهم واللي موجوده ما هي، واللي انقطاعات جزئيه تتفاوت ما بين 13% الى 26%، 13% في قيرو و 26% في النعمه، وكلهم حلها موجود، وحدات حلها نهارين ثلاثه والاخرين ربما اسبوع 10 ايام. هذا الحد يعرف قطاع الطاقة، يعرف قطاع الكهرباء، يعرف عنه حقيقة سابقة. قضية مواكبة هذا لابد من إنصان، معناها عنه الصبح على كل حال يدور يخلق انقطاع ويدور يخلق توقف زيدية سورية، من هذا عادي لأنه هو لاش من الحديد مش من الكابلات. الطريقة اللي مقبوضة له الآن والتعليمات المعطيين نحن كمسؤولين وهو عن قطاع الكهرباء قطاع أساسي. قطاع أساسي بأبعاده كاملة. لماذا؟ لأن قطاع الطاقة ما هناك تنمية لا اجتماعية ولا اقتصادية ولا مالية ولا شيء، كيان الدولة مرتبط بوجود الطاقة، وبالتالي هو المحور الأول اللي يجب عنه يبارك معاه. هذا يجب لإعلامنا الرسمي عنه يتكلم عن هذه الإنجازات اللي خلقته حقيقية. مثلا هذه طنطان، هذا هو المحرك الثالث، نجيبوا له بعض الطاقه. مدير شي خلق نتكلم عن راس الناس تسول اللي عن شي مو خالق، شي خالق نتكلم عن راس. الحمد لله شي مو خالق، مو خالق احنا راك اللي نسولوا عنه الناس اللي معي طبق طيح كره. انتم قلتوا الحمد لله عن المشكله انحلت. اعطيني حد الليله ركات اياه، خطي لي حد الليله معيط بقضيه كره على كافه التراب الوطني. مازالوا عندكم خمس مناطق فيهم مشاكل. لا في النهار وجزئي، معناها عنوان دي ستاج بارسيال، وفي هذه المناطق الخمسة نعمة 26%، طنطان 23%، الغايرة 18%، باسكنو، هذه المناطق وهذه حلولهم كلها موجودة. ثلاثة منهم المركب المحرك فات عاد جاهز، مثلا نقول كل يوم كانت خالقة واحدة ساتة معاهم ولاته اليوم انحلت، تشيت انحلت، فصالة انحلت. هذا راهو لك مودي ثاني بعيد وياسر ولاه سهل. منين نقول لك عن تيشيت انحلت ونقول لك عن ولا تنحلت، معناها عن هناك فرق من المهندسين ومن الفنيين الساميين ومن العمال اللي يمشوا يتكركروا في الظلمه وفي الحمان وفي كل شيء، ماشيين الين يركبوا كارت خاصه المحرك طابعا 20% من ولاته والله من تيشيت. وحنا فخورين عنا نعود نحلوا هذا النوع من الامور. قضيه المكشوط حذانا، نواذيبو حذانا، كبريات المدن حذانا ونحلت كامله، ولكن فصاله لابد لها من تنحل، تشيت لابد من تنحل، ولاته لابد من تنحل، هذو نحلوا ما في كلام. واضح، لان نرجعوا للمدير. مدير